السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناة رندات أم عاد. اليوم عندنا درس جديد كنخدمو في واحد جلابة ديال واحد البنية صغيرة. بغيت نشارك معكم هاد الدرس للاستفادة هاد الدريس بالعقيق، كيجي زوين وسهل. شنو غادي نحتاجو؟ هذا اللي صوبت أنا في القب، بقى لي هاد الكميه. شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو الخيط ديالنا مبروم على ثلاثة الشعرات، العقيق نمرة ثلاثة باش كنخدم، بالنسبة للبرة نمرة سبعة هي اللي خدامة بها أنا. ونبداو على بركة الله. غناخدو الخيط ديالنا كيما قلنا، نضربو في الثوب، نديرو الغريزة الأولى. هنا عندي جا كنسالي ليا الخيط هو هنا، يعني متكونة عندي غرزة هنا، ندخل وسط من الخيط بحال هكا. ندير غير لويه وحده، ما درت جوج لويات، حتى داك غير هرم ديالي. ندخلو هكا، نديرو دريس صغير، ندير واحد، غنجيو لهنا ونعاودو نفسها. الخيط من تحت، ديرو هاد الربيس الفوق، كنزول هنا. رفيت دايره الدرس من قبل ديال يد البراد ولكن بلا عقيق. هو كيجي عندنا هنا دريس ديال ثلاثة، غيولي دريس ديال نزيدو فيه مزال باش يجينا كبير. غنجيب الراس، غندير لويا تكون كبيرة، يكون الراس ديالها باين برا هكا، نشدو نبينو باش يكون باين بحال هكا. نجي دابا ناخد العقيقة ديالي، ها هي شو كيفاش كتدخل في نمرة سبعة، كتدخل مزيان. نجي لهنا، غادي نضرب هنا بحال غنقص غريزة، ونضرب غريزة هنا، نضرب هنا وغادي نرجع هنا تحت. ودابا سهل، نبداو نديرو الحبكة ديالنا. أول حاجة غنشدو معانا هاد العقيق، الخيط التاني نشدو معانا مرة واحدة، المرة الأولانية من بعد غنحبكو عادي. نقطع هاد الخيط حيت بدا كيبرزطني دابا،
خدمت عليه برك، راه خدمت عليه 5 ضربات، قطعوا هذا الخيط باش ما يبقاش مبرزط لهنايا. اصلا ديجا الكم كيبرزط فاش كيكون مجموع، كيكون صغير ما عندكش كيفاش دير تخدمي فيه. كنحب كل عدد الكافي حتى كيبان لينا الدريس ديالنا ولا واقف. نزيدو حبكه واحده اخرى، شايف من تحت نشد الدريس ديالي بحال هكا، نجبد هاد الخيط باش ما يجينيش مرخي، نضرب الضريبه ديالي هنا بس ساليت الدريس ديالي. ساهل، نديرو دريس اخر. نجيو عاوتاني نضربو هنا تحت، نضربو لو عندنا جوج، ناخدو هاد الراس نزيدو مثلا سنينة واحدة اخرى. غنوصلو للراس عاوتاني، نديرو واحد اللوية تكون كبيرة بحال هكا. هاهي ملي وصلنا لها شنو غنديرو؟ غنديرو عقيقة عاوتاني. غنجيو عاوتاني نقزو بحال بلاصة السنينة هنا، غنضربو فين غنرجعو عاوتاني، نرجعو لهاد البليزة لهنا. نبداو نحبكو اول مرحله، كنشدو معانا هاد الخيوطه، كيبانو لكم هنا جوج ديال الخيوط، ها الاول وهاد الثاني هو اللي مشدوده فيه العقيق. ندوزو من التحت باش كنشدو الثاني وكنثبتو مع العقيقه، ما يبقاش الخيط يمشي ويجي لنا بوحدو. صافي وكنحبكو عليه. حتى كيعمر لينا هذاك الخيط ديالنا بالحبكه كامل حتى الاخر. ها هو هذا صافي، نمشيو لتحت نضربو في التو باش نكملوه. الطريس ديالنا سهل جدا، كيجي انيق. انا ان شاء الله غنكمل هاد الجلابه ونحطها لكم تشوفوا التطبيق ديالها كيفاش جا. انا خدمتها بالعقيق،
نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو ولايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. السلام عليكم، حتى الدرس الجديد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.